الباب الثاني والثمانون ومئة. باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. متفق عليه. معنى أذن الله أي استمع، وهو إشارة إلى الرضا والقبول. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بي والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. متفق عليه. وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. رواه أبو داود بإسناد جيد. ومعنى يتغنى يحسن صوته بالقرآن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه.